واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وخلال 24 ساعة تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 413 قضية تمونية بمضبوطات بلغت 61 طن مواد غذائية، وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طن، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 42 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 617 قضية من بينها 175 قضية خبز ناقص الوزن و146 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، تم ضبط 15 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 72 طن أقماح محلية